هروح لتقرير مع الدكتور أشرف صبحي في أول تصريح لي عن اللي حصل النهاردة والقرارات اللي طلعت بتأجيل مباراة الكأس مع هشام حطب طبعا رئيس اللجنة الأولمبية، كان في اجتماع بينهم، ونروح نستقبل ضيفنا الكبير الكابتن عماد النحاس نجم الكرة المصرية المدير الفني للمقاولين العرب في فقرتنا الحوارية من خلال اللعيب على ام بي سي مصر. تابعونا. اكيد الصالح العام اللي موجود بيشوفه، يعني احنا بندي مساحه كده اتحاد الكوره وبندي المساحه، لكن بنقول في خط احنا مش هنخلي يعني الموضوع يخرج عنه، احنا بنقف عند الخط ده، وبنقف عند الخط ده يعني انا عايز اقوله هو انا وزير الشباب والرياضه بقوه، يعني احنا الجماهير دي يعني جماهير مصر والكوره ده احنا محتاجين ومحتاجينكم تشجعوا الكوره وتحبوا الكوره، لكن ما نخرجش نطاق عن أسس معينة، ولا اللي بيديروا الأندية ولا اللي بيديروا مصر موجودة، وفي نفس الوقت في مساحة حرة للناس تدير في خلال سلطاتها ومسؤولاتها. رياضة أمن قومي زي ما قال سيادة الرئيس قبل كده، وإن إحنا أي حاجة تحتاجها مصر للأمن فهي لها الأولوية، والحفاظ على الأمن والحفاظ على 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 الاستقرار في البلد في الظروف اللي إحنا فيها بصفة عامة، والظروف اللي جاية لكأس الأمم الأفريقية بصفة خاصة، إن إحنا نحترمها، والقرار ده قرار محترم وقرار له أهداف، يعني إحنا بنشوف اللي بيشوف الأهداف بيشوفها، اللي ما بيشوفش الأهداف بس أنا بقول إن ده ليه أهداف وليه سبب، مصلحة الدولة ومصلحة الدولة فوق كل حاجة كانت خارجية أو داخلية، وأنا شايف إن التأجيل ما دام لمصلحة الدولة يبقى تأجيل إيجابي، تأجيل إيجابي ولن ينقص من حاجة لمصر، إنما بالعكس هيزيد من الاستقرار وهيزيد من الأمن اللي موجود، وده اللي إحنا بنصبره.